تواصل الدولة دعم معارض أهلا رمضان الموجودة في مدن دمياط بالسلع الغذائية بجودة عالية. ومن جهتها أعلنت الغرفة التجارية توفر كمية كبيرة من السلع تلبي احتياجات المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% وتضم 18 قسما داخل المعرض. موجود هنا جميع السلع بأسعار مخفضة بنسبة 30% بالنسبة للأسواق من رز ولحوم ودواجن وصناعات غذائية وصابون وأدوات منزلية، وجميع السلع متوفرة في معرض أهل رمضان بخصم أصل من 20 لـ30%، بجانب الاتفاق مع محافظة دمياط والغرفة التجارية بدمياط إنشاء عدة معارض في المحافظة في دمياط الجديدة. عندنا معرض في دمياط الجديدة، وعندنا معرض في الروضة، وعندنا معرض في فرسكور، وعندنا معرض في كفر سعد. الحمد لله ان الحاجه موجوده ومتوفره، ما فيش مشاكل في الاسعار. هي مبادره كويسه يعني من الدوله ان اسعار الزيوت حلوه، اسعار السكر واسعار الرز، هي ديت الثلاث حاجات المهمه للمواطن، زائد بقى المجمدات اللي هنا قدام شويه كده، اللحوم والفراخ.